السلام عليكم يا شباب، فيديو جديد محاكي صيد، بس المرة بماب الجديد ماب الكانغر. بصراحة اشتريت معاه شوية أدوات إضافية. واحدة من الأدوات هي إن تنادي الحيوانات مشان تجي على المكان اللي بدك إياه، مكان أنت ما حط الآلة. لكن هذا ما راح يكون الفيديو الرئيسي، راح يكون هذا فيديو تاني إن شاء الله. اليوم راح أسوي استكشاف لماب الكانغر، نشوف شو نوع الحيوانات اللي فيه. طبعا على حسب ما شفت أنا، في الكانغر، في غزلان، في تمساح، تماسيح، في يعني عدة أنواع. بصراحة الماب كنظرة أولية يعني كتير أوبن، وهالشي كتير حلو. ما في كتير يعني أعشاب عالي، هذا العشب جدا بسيط، أشجار يعني مثل ما كنتم شايفين بسيطة عشان تقدر تشوف الحيوانات بشكل أفضل. فهالشي بصراحة كتير حلو بهاللعبة، خاصة بيك مابات. مثل ما كنتم شايفين هذا أول صيد، هذا ماعز ليفل 4. حرام، ما طلع عندي سكوب أعلى من هذا. طبعا اول واحد هرب، وصلنا ليفل 4. انا شباب انا صار ليفل 4، هذا كان شايفينه، هذا هو للاسف. يعني حتى يعني مثل ما عم بشوف انه الصيد وفير، متوفر بكثره هون. فنروح نطلع لفوق خلينا بس نصاد هذا شوي لشوف. والله ما اقدر، ماعز ابيض بصراحة ماب حلو فعلا. نشوف نوصل ليفلنا ليفلي ليفل 5، وبعدين نشوف نشتري سكوب اعلى. انا بصراحة بهذا السكوب مش عم بقدر اسوي شيء ابدا خالص. جد جد يا شباب، يعني الماب كتير كتير حلو مبين عليه. ليفل 6 ييه، في هيك ليفلات عالي؟ بدي يطلع لهي الجهة شوي. اطلع. أول كنغر. ما راح أعلم على ولا واحد لأنه ما عندي الإشارات عشان أعلم عليه، قصدي يعني ما عندي تبع الدم، ما بيظهر لي تبع الدم، فما راح أعلم عليه. طبعا بالأول نفتح هون عشان نشوف وين في بيت، لأنه نشوف شو في أسلحة جديدة كمان بالماب، برضه هالشي جدا مهم. إذا في أسلحة جديدة فينا ناخذها فيا ريت. نفتح الماب وبعدين نروح على صيدتنا الكنغر ونشوف شو الوضع كيف. والله مسافة رقد لفوق له من جوا. لا لازم افوت. ماشي، شوف يعني بصراحة توب، من افضل المابات اللي شفتها لحد الان. انا جد والله مثل السافانا كتير اوبن. طبعا هذاك البيت مثل ما كم شايفين، لكن نروح نجيب نشوف صيدتنا شو صار فيها. في كتير يا اخوان، في كتير شغلات، شوفوا في كتير، شوفوا الصيد، شوفوا يا الهي كل الليفلات عالي. ها ليفل 7 بس ما عندي الكلر المناسب لهم. كل الفلات عالي بصراحة. أنا لو عندي سكوب عالي أدبرهم، سكوبي مش عالي أبدا. ليفل 8 اول صيدة راحت انا بظن يا اخوان.
اول صيدة بالظن راحت، فخلينا نشوف هذا الليفل 8 بلكي ان شاء الله يكون مات. ما بعرف كم يعني شو السلاح اللي لازم نستخدمه لهيك حيوان الكنغر. قطيع جاي، قطيع جاي علي. ليفل 8 جاي علي القطيع. بصراحة مش عارف أي كلر لازم استخدمه عشان أنادي عليهم. تعال. عندما بدي اضرب رقد زلمه. قرب شوي شوي عليهم، ما في داعي للاستعجال، المهم نضمن صيدتنا. هذا هو. موت. راح احاول اصيبه ضرب تاني. مات. واخيرا على 340 متر. اوه يا الله والله انه راح يهرب مني. ليفل 8 يعني مش كتير سكورو عالي. يلا نروح نجيبه. اخيرا صدنا الكنغر. هذا هو. سيلفر. يعني صايب بس ضرب واحد؟ فكرت اني صايبه ضربين. اوكي. واخيرا بس ما بعرف فكرت سبب ضربين انا غريب. لحظة شباب، لحظة ما ننسى هذا واحد غيره مات. اللي مات الثاني كان ابعد من هيك. لحظة شباب، هذا اول واحد صبته الليفل 8 ماشي، بس لسه في واحد غيره بظن انا. انا هيك ظنيت. اها، وانا بقول لحالي في شي غريب بالموضوع. وانا استغربت في شي غريب بالموضوع. هذا هو اللي صبته مرتين. كمان مرة؟ ما بعرف، مش فاهم يعني شي جديد الظاهر. بس المهم سيلفر كمان 447. هو لازم جولد بس لأني مش صايبه وصايبه لي. هذا هو المشكلة. 2 ليفل 8 ممتاز. خدو. استغربت بس والله في يعني كتير صيد يا اخوان. يعني الماب اظن هذا واحد من المابات المفضلة بصراحة، يعني اذا بدكم رأيي. هون في اثار. الكار
بياخد استراحة ظهر صاحبنا. ليفل 7 كمان. كم متر بالله؟ 190 متر. قرب عليهم شوي شوي، بدي ما ضيع الصيدة مني، لاني بصراحة صار لي يعني تقريبا 10 دقائق عم بدور على شي حيوان بس اصطاده. شايف مش شايف هذا الماعز؟ شو هاد شباب؟ انا الكنجر انا بقول انا صدته يعني بكفي. شو رايكم نحاول على الماعز؟ والله اني بطل. برضو تاني مات، والله اني بطل. يا هلا يا هلا ومرحبا يا هلا. شوف لي ما احلاه يا شباب، بس شوف لي ما احلاه. وحش مبين عليه صراحة، مبين عليه وحش. برونز بس؟ ليش؟ هذا ليفل 3 لسه يلزمنا الليفل 4 يا شباب. خلنا ندور عليه. هيك ناخذ اللقطة. ليفل 4 بس للأسف الشديد. ما توقعت هيك والله، توقعت انا شيء افضل بصراحة. برونز ليش بس 156؟ معقول انه هذا سلاح كتير قوي بالنسبة لهيك حيوان؟ ما بعرف. ماشي حلو ناخده، السيء يعني بصراحة. طبعا يا شباب هذا كان كل شيء الفيديو، بتمنى اذا مش مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتحط لايك، ولا تنسى تتابعني على تويتش، ونشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي بشيء جديد عن الآلة اللي تجذب انتباه الحيوانات. سلامات.